حمولتي. يعني العنب تنقسم الفوائد ديالو الى ثلاثه، وكنا درنا حلقه خاصه على العنب. نعم. شوف سبحان الله، العنب طري باش ربي يخليك تستفد منه خليها لك على شكل زبيب جاف ماشي مجفف، لان الجاف بالطبيعه مجفف بالصناعه. الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن الاغذيه اللي كان ديما هز معاه هما هاد لي غيزان.